قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة عدد من المصابين من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. من جانبهم أكد الضباط والجنود المصابون أن أرواحهم ودماءهم فداء لمصر وشعبها العظيم الذي يقدر تضحياتهم وجهودهم، مؤكدين إصرارهم على العودة لاستكمال مهامهم داخل وحداتهم واستعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. ونتمنى أننا نقوم من محنتنا وارضع تاني عشان ما نسيبش ولا تكفير. احنا مصر إيد واحدة تحت قائد الأعلى قوات المسلحة رئيس فتح السيسي، وبقول يا رب وقوة أصحابي السهرانين والجين سهرانين في سبيل الله ليحموا البلد دي ويقضوا على التكفيرين من فضل الله. صلينا الفجر نزل مفكرونا ان احنا كفر، والله العظيم هناك ما بنشوف فرد، وهنا حاضر الفجر والقائد بيصلبنا الجمعة سادة والله عبادة وبنقضيها. عايزين ايه تاني؟ تنفكرن انت اللي مسلمين؟ هما مش مسلمين، هما مش على طبع الاسلام. طبع الاسلام ما بيقولش يرفع السلاح فوق الشلم. طبعا انا فخور باخويا البطل المقاتل وفخور بالجيش المصري. احنا مؤمنين بحاجة واحدة بس، اما النصر اما الشهادة، اما النصر ونشرف عين راسنا بين أمم والشعوب، إما نشتشهد وشهد مش هادي حد ينرس. الحمد لله فني مربين أنا عمالة بالإصابة، بس أنا نفسي فندي مرجع وخايف الإصابة دي تمنعني نرجع وكمل مهامي جنب قياداتي وجنب زملائي، بس إن شاء الله أمل في ربنا كبير. نفسي أخف وارجع تاني حارب مع زمايلي. ليش أنا بس نفسي أخف وارفع رجلي تاني علشان أرجع الوحدة بتاعتي وارجع سينا تاني ونكمل مشوار ونطار لحد الآخر إن شاء الله. ما أمشي للباب وأنا رافع راسي وانا بقول انا ابو البطل. اولا نحب اوجه رساله للشعب المصري واقول له طمن الشعب المصري، عمرنا ما نسمح لاي حد مهما كان الحد انك يمسك بسوء او ضرر او يمسش بروحك من ارضنا. انا زعلت من زعلتي اللي عشان انا اتصبت، انا زعلت ان انا ما كملتش المشوار مع زمايلي، فنفسي اكمل المشوار للاخر مع زمايلي. نفسي دلوقتي حتى اروح في وسط زمايلي، لو حتى مش هقدر ان انا اقف اطهر معاهم بسنه من الارهاب اقف ان انا اخدمهم، حتى لو أقف في الميز بتاعهم بتاع الأكل أعمل لهم أكل. وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص من أجل مصر.